ولهذا الإنسان إذا أراد التوحيد يقرأ القرآن ويقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من أرخى بسمعه إلى أئمة الباطل وأهل الدجل وأهل الضلال وأكلت أموال الناس بالباطل فهناك تضيع العقيدة وينهدم التوحيد ويخرب الإيمان وينحدر الإنسان أشد الانحدار. فهذه عظة وعبرة، وإني أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى الذي بدأ علينا بهذا الاجتماع وأكرمنا بهذا الكلام وبهذا السماع وهدانا لهذا المجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل داود مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا في من هديت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن يموتون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.